عن الرياح وتعرف رمش سمعت ما يخليهم تم ولا ماشيين في الشوارع في الرياح وتم يسحموا ويقعدوا في الدار والابهم كامل موفر لهم في الدار لا يسرقون من المشي مخاطر ما مخاطر على التكاليف هي يجيهم يمشي بهم للموت قاع بما انهم الى ما الى الى ما ودوا والله الى ما الى ما مثلا انتبهوا لمهرهم ودقوهم سابق يشربوا اللبن اللي فيه مسمى بالناموس على كل حال يدوروا يدوروا هذا يجي لهم الموت. الوقايه هي عندما يكون في بعد ظاهره لا يترك الاطفال يلعبون في الشوارع لان ذلك يضر بصحتهم مما يؤدي الى هذه الامراض التي كنت استعرض عليها الان. وكذلك ايضا النظافه هي اهم اكثر سبل الوقايه من الامراض من هذه الامراض. مخاطر كانت مخاطر خطيره على الاطفال الصغار لانه متعرض عليها وتخل بصحتهم بصوره مباشره لما تعرض للاجراءات الاوليه العلاجيه بالرياضه الوكيل يبادر بصوره مباشره شوار مركز اقرب مركز صحي ياك يعدل الفحوصات الاوليه ويكشف عن طبيعه المرض ومداه عنقه الصبي ويعطيه الاجراءات اللازمه للعلاج. طيب دكتور هذه مجموعة من الردود تفضل بها المشاهدون والمشاهدات التي التقتهم والذين التقتوا كاميرا البرنامج هذا الاعداد هذه الحلقة شنو هي المسائل اللي ثارت اشتباك الدكتور فيها؟ لا حقيقة الإجابات إجابات جيدة عموما يعني ومستوى اللباس أعتقد أن هنالك تطورا في الفهم والوعي إلا أن المدرب الداخلي الأول إن كنت قد أدركت جيدا ما قال قال بانه الانتقال للناموس باللبن البقر لا لا هنالك طرق للوقايه طرق نقل المرض ليس كذلك الذي يشرب لبن بقر محفوظا بالناموس لا ينتقل اليه لازم ان يكون هنالك عض نقل الفرز وهنالك حيوان او خازن لهذا المرض ثم تطوره في الانسان وسلسله حلقات حتى ياتي للحاله المرضيه. نعم. ليست هذه الفكره اللي عند البعض بذكر مرتبط في الهنا الاشخاص هذه الفكره سيئه خاطئه. نعم. طيب دكتور ركز العديد من المتدخلين على النظافه وضروره كما اشرتم الى ذلك قبل قليل ضروره تمرين الاطفال وتعويدهم على نظافه اليدين، تقليم الاظافر، السواك، غسل اليدين قبل وبعد الاكل بالماء والصابون، غسل اليدين بعد المراحيض الى غير ذلك من المسائل اللي اجراءات وقائيه بسيطه ولكنها عميقه في معناها هامه في الوقايه. هي الصحه لا ثمن لها. لكن التكاليف عند الفهد باهظه جدا عندما تفقد صحتك واحد مثلا السكري كم يصرف؟ واحد مثلا يعني اصيب مثلا بشلل يعني اعاقه دائمه هذا تخسر كل شيء يعني وبالتالي هي كنز ينبغي الحفاظ عليه وهنالك السبل للحفاظ عليها منها ما هو بدني ما هو مادي ما هو معنوي ما هو عقلي وبما يخصنا قضية الأطفال ينبغي متابعة نموهم الجسمي متابعة جيدة كما قلنا هم في تطور ونمو وينبغي توفير لهم ما يحتاجونه من طعام ليس فقط ليظلوا احياء يقتاتوا كما يقتات الكبار لكن ليوفرك حتى يبنوا اجسام مساعدة على النمو اجسام نعم وللاسف هذه الاسالات وهذه التغيرات وهذه حمل الناموس وغيرها وهذا الدخل المنخفض احيانا ينعكس على النمو تجد كثير من حالات سوء تغذيه نعم صحيح هم محقون في هذا هم محقون في هذا وهنالك مراكز ملأى بهذه النوع من الحالات وقد يمكن تفاديها بمسائل واجراءات بسيطه جدا من المفارقات مثلا الان تجد اسره فقيره كل فرد عنده هاتف منها وكل فرد يريد تجربه تيوكارت ولا تجد عندهم الغذاء الكافي للاسف يعني صح ينبغي كذلك توفير لهم جوانب نفسيه جوانب نفسيه للاسف الكثير لا يركز على اللعب عند الاطفال صح. اللعب عامل مهم في تنميه شخصيه الطفل وفي تذويق مواهبه لاحقا وتهدي بها فبكل من الضروري للطفل اللعب ينبغي مثلا اذا كان فتره الراحه تعطى له راحته اذا كان فتره مثلا نهايه الاسبوع ان يؤخذ الى الشاطئ ان يؤخذ الى متنزه اطفال غيره كذا ان يصل رحما ان يحتك باطفال اخرين وبالمقابل كذلك ينبغي ان يكون لهم برنامج تكويني يعني سواء في الروضه او سواء في المدرسه او سواء في البيت
القراء اللوح والمدرسه نعم. وبالتالي ان يكون هنا يعتبر ناجح. شنو شان الكبار في مسائل اخرى؟ ينبغي على الكبير ان يكون له نمط حياه معين صحي، اكل وشراب وسكن وتهويه كذا، الا تكون ناشئ ضغوط نفسيه قلق اراق غير، الا يكون هناك فراغ. نعمة كبيرة أن يكون إنسان له شغل له الطفل عنده طاقة كبيرة لا يعرف كيف يفرغها، فأنت تهذب هذه الطاقة وتوجه التوجيه الصحيح، تترك له مجال يلعب لكن تترك له مجال كذلك تزرع فيه الأخلاق الحميدة، تزرع فيه تربية شخصية أن يكون له ذاته مستقلة فيما بعد، أن يكون قادرا على مشابهة الحياة بعدك أنت كأب أو أم، يعني عندما ينفصل عنك بسبب طبيعي أو غير طبيعي. وبالتالي هذه العناصر كلها، ولذلك منظمة الصحة العالمية عندما تعرف الصحة بأنها ليست فقط غياب الأمراض أو الإعاقات أو غيرها، إنما هي حالة الحالة الكاملة من نمو متجانس بدنيا نفسيا عقليا. نعم، وهذه الجوانب كلها ضرورية. لذلك أنا عجبتني إحدى المتدخلات عندما عجبتني مداخلة إحدى المتكلمات عندما قالت أنه فولي بروتيجي بكل ما يحفظ سواء ماديا أو معنويا. نعم. هذه أمانة حقيقة ينبغي، وحبذا أن النساء في جمعيات رعاية الطفولة تكون هناك جلسات نسوية توعية بعضهم البعض في الجيران الأحياء جارات وغيره. نعم. الدكتورة ذكرت حتى المتدخلات وهي مسنة، ذكرت ضعف الشهية عند الأطفال. هذا الضعف عادة يعود قاعد الطفل موفر لبعض المسائل، غير تعود شيء ضعيفة. عادة هل هي حالة مرضية وكيف يمكن التعامل معها؟ نعم، فقد الشهية قد يكون أكثر الأحيان مرضية. نعم. مرض نتيجة مرض ما، نتيجة حالة صحية ينعكس على هذا على الحالة النفسية. أحيانا يكون مثلا رقبة توجع أو فيها من يكون فيها خبر، عندما يبتلع الطعام يتألم فيأخذ هذا. أحيانا في هناك بعض الديدان الجوفية الديدان، وأحيانا تكون هناك حالة نفسية قلق أو ردة فعل على غضب الوالدين. أحيانا يكون الطفل مشاكس، معروفة هذا كحالة خاصة عند الطفل المشاكس عموما المعاند، وبالتالي ينبغي استعراض كما قلنا كل حالة لذاتها. الذي من الحالة النفسية تجد له مدخل نفسي، والذي حالة مرضية تعالجه، ولكل حالة خصوصيتها. ولكن الذي أنصح به عموما هو إعطاء الطعام في أوقات معينة ثابتة. طبعا الوجبات الرئيسية ثلاث، قد تكون وجبات خفيفة بين بعضها مثلا العصر وكذا قبل، ولكن بالنسبة للأطفال عموما خاصة في مراحل الدنيا منها التركيز على الألبان ومشتقاتها نتيجة وجود الكالسيوم والملاحة المعدنية الأخرى والفيتامينات وعناصر النمو، لأن قلنا أنه ضمن في النمو. ثم الأطعمة شبه السائلة أو سائلة للسوق وغيرها والعصائر وغيرها والفاكهة، وإذا كان لابد من بعض اللحوم لا بأس أن تكون بعض اللحوم بيضاء سمك دجاج وغيرها خضروات. الخضروات مهمة كذلك لأنها فيها ما يسمى بالألياف النباتية وهي مستهل طبيعي للهضم. بالمقابل أنصح بعلاج الحالات التي تنعكس عليها فقد الشهية، إذا كانت هناك حالة مهمة إعطاء الدواء لها، تنويع الطعام للطفل كذلك نفسيا، ترغيبه أحيانا أنك إذا ما أكلت وإذا ما أكلت سأخرج بك إلى متنازل كذا، وبالمقابل أحيانا إذا لم تأكل ترهيب أنك لن تخرج اليوم وأنت كذا أو كذا، وتتعامل مع كل حالة حسب خصوصيتها بكل مقام مقال. صحيح. طيب دكتور، فيما يخص مسألة أخرى وذكرها بعض المتداخلين وهي ضرورة العناية باللقاحات